بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. قمنا اليوم نحن رئيس وأعضاء مجلس الأعلى للقضاء بزيارة إلى مدينة ترهونة للاطلاع على المدينة وعلى أحوالها، ولحضور حفل تأبين بعض الزملاء الذين قضوا في أحداث ترهونة، ونتمنى العودة للمفقودين. وحقيقة أجواء مفعمة بالحزن والألم، ونحن نؤكد للجميع من كمجلس أعلى القضاء بأن هذا الملف موجود على الطاولة، وأنه تم تناوله في كامل الحزم، وأن الإفلات من العقاب أمر يعتبر من أوهام المجرمين، وأن يد العدالة ستطال كل من ارتكب جريمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.